بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط. ومع دروس شرح علوم منهج المملكة العربية السعودية لأبنائنا طلبة الصف السادس الابتدائي. وكان آخر شرح كنا اتكلمنا عن الخلية عن طريق الضوء، النباتية، يعني واتكلمنا الضوء عن ليه التنفس هنا الضوئي، داخل. وشفنا قد ايه التنفس الضوئي مهم للنبات وايضا مهم للانسان، لانه بيستهلك او النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون مع الميه وبيطلع لنا سكر الجلوكوز وبيطلع لنا الاكسجين اللي بياخده الكائنات الحيه ومنها الانسان وبيستخدمه في التنفس. في البدايه بدعوك للاشتراك اذا كنت اول مره تشاهدنا قناه شرح بسيط تقدم شروحات علوم المملكه العربيه السعوديه، الدراسات للإمارات العربية، وأيضا شرح علوم للصف السادس الابتدائي منهج جمهورية مصر العربية. اضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو الاشتراك، فعل زر الجرس واختار الكل، ثم اضغط على حفظ أو صيف يصلك كل ما نقدمه على قناتنا مصادر شرح بسيط. ندخل كده على المنهج بتاعنا النهارده، والمنهج اتكلمنا فيه عن البناء الضوئي وخلصنا البناء الضوئي، وبندخل بعد كده على التنفس والتخمر. في التنفس والتخمر بيقول لي بتستخلص النباتات والحيوانات الطاقة من السكر في عملية بتسمى التنفس الخلوي. يبقى هنا بنقدر أول حاجة معانا هنا بنتكلم عن التنفس الخلوي، وما هو؟ هو استخلاص الطاقة من السكر. ببساطة جدا لو جالك سؤال ما هو التنفس الخلوي أو تعريف التنفس الخلوي، هتقول إن التنفس الخلوي ده استخلاص الطاقة من السكر. ده بكل بساطة ما هو التنفس الخلوي. معانا بعد كده ده احنا بنراجع برضو لسه ما دخلناش في درس جديد، اتكلمنا عن النقل النشط اللي بتبذل الطاقة، الخلية فيه طاقة، واتكلمنا عن التنفس السلبي، واتكلمنا كمان عن مراجعة الفصل الأول وحلينا بعض الأسئلة. بندخل بعد كده هنا نموذج اختبار هنحله مع بعض، ونشوف نموذج الاختبار ده. طبعا مهم جدا. أول هذا النموذج بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. اختار الإجابة الصحيحة. أول ما شاهده ليفنهوك تحت المجهر الخلية، ولا المخلوقات وحيدة الخلية، ولا نواة الخلية، ولا مخلوقات عديدة الخلايا. لو انت رجعت للسؤال او للصفحة فهتقول ان اول ما شاهده ليفنهوك تحت المجهر هي المخلوقات وحيدة الخلية، وبعدها شاف المخلوقات عديدة الخلايا، ثم اكتشفت الخلية، ثم اكتشفت النواة. فاول حاجة شافها ليفنهوك تحت المجهر هي مخلوقات وحيدة الخلايا. السؤال الثاني، أي الفقرات التالية ليست جزءا من نظرية الخلية؟ يعني الجزء هو من الفقرات دي ليس جزءا من نظرية الخلية. أول حاجة ألف، جميع المخلوقات الحية بتتكون من خلية أو أكثر. تكون من خلية أو أكثر. ب، الخلية وحدة البناء الأساسية للمخلوقات الحية. ج، الخلية تتكون من العديد من العناصر والمركبات. د، تنتج الخلايا عن خلايا موجودة. تنتج الخلايا عن خلايا موجودة. تعال نشوف كده ايه الاشياء او الفقرات دي جزء من نظرية الخلية، واحنا درسنا نظرية الخلية. اول حاجة، جميع المخلوقات الحية تتكون من خلية او اكثر، والكلام ده طبعا هام جدا وجزء من نظرية الخلية. ب، بيقول الخلية وحدة البناء الأساسية للمخلوقات الحية، والكلام ده صحيح فعلا وهو جزء من نظرية الخلية. ج، الخلية تتكون من العديد من العناصر والمركبات.
طبعا اللي بيتكون من العناصر والمركبات، الخلايا لا تتكون من عناصر والمركبات ولكن بتتكون من اجزاء زي النسيج الخلوي والنواة والسيتوبلازم والميتوكوندريا وغيرها. اذا الجيم دي ليست جزءا من نظرية الخلية. ده تنتج الخلايا عن خلايا موجودة، تنتج الخلايا عن خلايا موجودة، والكلام ده موجود اللي هو بالانقسام للخلايا أو الانشطار، وده جزء من نظرية الخلية. رقم 3، تختلف خلية المخلوق الوحيد الخلية عن خلايا المخلوقات العديدة الخلايا في أنها خلية حية لها نواة واحدة فقط تؤدي مجموعة من الوظائف المختصة، تنتج أو نتجت عن خلية موجودة. تعال نقرأ تاني، بيقول لي بتختلف خلية المخلوق الوحيد الخلية، يعني الكائن الحي وحيد الخلية زي مثلا الأميبا، بتختلف عن المخلوق عديد الخلايا في إيه؟ في إنه خلية حية فعلا. ده يبقى معانا ألف من موجودة صح، إنه خلية حية، وب لا نواة واحدة، وده فعلا لا نواة واحدة. يبقى الاختلاف ما بين المخلوق الوحيد والوحيد الخلية والخلية انه الوحيد الخلية خلية واحدة فقط وله نواة واحدة فقط في الخلية، ولكن المخلوق العديد الخلايا في كل خلية نواة تؤدي مجموعة من الوظائف المختصة. ده اسمه النسيج، والنسيج لا يوجد في الخلية في المخلوق ذات الخلية الواحدة، ونتجت عن خلية موجودة، نتجت عن خلية موجود. والكائن خلية المخلوق الحي ده الوحيد الخلية ليس موجود أو لا وجود لخلية منه. يبقى إذن تختلف خلية المخلوق الوحيد الخلية عن خلايا المخلوق عديدة الخلايا في أنها خلية واحدة ولها نواة واحدة فقط. تعال نشوف مع بعض كده رقم 4، النسيج الذي ينقل رسائل الجسم هو النسيج. النسيج الذي ينقل رسائل الجسم هو النسيج الطلائي العصبي العضلي الضام، هو النسيج العصبي، هو النسيج العصبي. نكمل مع بعض. رقم 5، أي العبارات التالية تصف التنظيم الصحيح للمادة؟ أي العبارات التالية تصف التنظيم الصحيح للمادة؟ ألف المركب، ذرة العنصر، ب الذرة العنصر المركب، ج العنصر الذرة المركب، د المركب العنصر الذرة. يعني السؤال ده بيقول لك ايه؟ التنظيم بتاع المادة دي بيبدأ من ايه وينتهي بايه او يتكون من ايه؟ خد بالك للكلام، هنا بيقول لك ألف المركب الذرة العنصر، ب الذرة العنصر المركب، ج العنصر الذرة المركب، د المركب العنصر الذرة. هنا بص كده لرقم د، أو انظر إلى رقم د، بيقول لك إيه؟ ده التنظيم الصحيح للمادة، ده التنظيم الصحيح للمادة. يبقى إذن التنظيم الصحيح للمادة، التنظيم الصحيح للمادة، المادة دي بتتكون من إيه؟ المادة بتتكون من إيه؟ المادة بتتكون من مجموعة مركبات، صح؟ مركبات. طيب مجموعة المركبات دي بتتكون من ايه؟ من عناصر، مجموعة عناصر، والمجموعة العناصر دي بتتكون من عنصر واحد. العنصر ده فيه ايه؟ فيه كل عنصر فيه ذرة، كل عنصر فيه ايه؟ فيه ذرة. يبقى اذا رقم ده معانا، ده هو الإجابة الصحيحة، حيث أن ده بيصف التنظيم الصحيح للمادة، حيث أن المادة كويس بتتركب من مركب، المركب بيتركب من عنصر أو عدة عناصر، والعنصر في كل عنصر ذرة، في كل عنصر ذرة. نيجي بعد كده رقم 6، ادرس شكل الخلية الحيوانية وأجب عن السؤال الذي يليه. ده الشكل ده أنت معظم المعلومات الوراثية للخلية الحيوانية، المعلومات الوراثية موجودة فيه النواة، موجودة في النواة، لأن النواة هي بتحمل الكروموسومات اللي بتحمل المعلومات الوراثية للخلية النباتية. هنا معانا برضو أسئلة،
رقم 7 بيقول أقارن أو أقارن بين النباتين في الشكل الأدنى، يعني عايزك تقارن بين الاثنين. أي الحالات التالية قد تكون السبب في ذبول النبتة؟ دي نبتة كويسة ودي نبتة تبلانة. فبيقول لك إيه الحالات التالية تكون السبب في ذبول النبتة مقارنة بالنبتة ألف، يعني دي النبتة ألف أهي ودي النبتة ب، ودي النبتة ب. بيقول أي الحالات التالية تكون السبب في ذبول النبتة ب، اللي هي ديت قلنا النبتة دي ب دي فيها ذبول، والنبتة دي دبلانة يعني النبتة ألف دي ما فيهاش ذبول. فبيقول لي إيه؟ ربما تكون كمية الماء التي فقدتها النبتة أكثر من كمية الماء التي امتصتها من التربة، أو كمية الماء التي فقدتها النبتة متساوية لكمية الماء التي امتصتها، أو كمية الماء التي فقدتها النبتة أقل من كمية الماء التي امتصتها، أو النبتة لم تتعرض لضوء كافي لامتصاص الماء. يعني بصراحة العبارة بي هو عايز يقول لي إيه؟ إيه هي أسباب ذبول النبتة به؟ إيه هي الأسباب؟ فجايب لي هنا بيقول لي ربما تكون كمية الماء التي فقدتها النبتة اللي هي به دي أكثر من كمية الماء التي امتصتها. ممكن. ليه؟ لأن كمية المية اللي لو فقدها النبات أكثر من اللي امتصها من التربة هيدبل بالتأكيد. طيب نمرة ب، كمية الماء التي فقدتها النبتة متساوية مع كمية الماء التي امتصتها، طبعا العبارة دي هيبقى النبات لن يتعرض للذبول، يبقى العبارة دي لا، ليست لا تصف لا تكون سبب. يبقى معانا ألف يكون سبب الأول، ألف كمية الماء التي فقدتها النبتة أكثر من كمية الماء التي امتصتها. طيب جيم بيقول لي أما ب دي ماهيش معانا وليست سبب. جيم كمية الماء التي فقدتها النبتة اللي فقدتها أقل من كمية الماء اللي امتصتها، يعني النبتة امتصت كمية ماء كبيرة وفقدت كمية ماء قليلة، ده لن يعرضها للذبول. يبقى أيضا جيم دي ليست إجابة صحيحة. تعال نشوف دال بقى بيقول إيه. بيقول النبتة لم تتعرض لضوء كافي لامتصاص الماء، لامتصاص الماء. آه ممكن فعلا النبتة دي اللي هي ب اللي هي تعرضت للذبول دي يكون لم تتعرض لضوء الشمس اللي عن طريقه بيمتص النبات الماء، لأن ليه دور. يبقى عندنا الإجابة الصحيحة أو السبب في إن النبتة به تكون ذابلة هو رقم ألف ورقم د ورقم د. أجب عن نكمل 8 الأول. ما المادتان الناتجتان عن عملية البناء الضوئي؟ إحنا عارفين إن البناء الضوئي، ونكرر تاني أهو، البناء الضوئي بياخد إيه؟ بياخد البناء الضوئي، تعالى كده البناء الضوئي معانا ايه؟ معانا ثاني اكسيد كربون ومعانا كمان ماء. ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه سكر جلوكوز زائد اكسجين، صح؟ مش ده البناء الضوئي؟ زائد اكسجين. يبقى اذا البناء الضوئي معانا واخد ثاني اكسيد كربون وميه وبينتج سكر جلوكوز واكسجين. فهنا بيقول لك المادتان الناتجتان من عمليه البناء الضوئي هما ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وسكر الجلوكوز. الاجابه غلط. الاكسجين والماء، ولا الماء وثاني اكسيد الكربون، ولا سكر الجلوكوز والاكسجين؟ اه يبقى الاجابه هنا د، الماده اللي بتنتج او المادتان التي تنتجان من عمليه البناء الضوئي هما سكر الجلوكوز والاكسجين. هنا رقم 9، قارن بين التنفس الهوائي ولا هوائي، ووضح لماذا لم يكن، رقم 10، الناس يعرفون عن وجود الخلايا قبل اكتشاف المجهر. رقم 9، قارن بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي. انا هسيبك ده تعمل مقارنة كده بسيطة وتقراه. والسؤال ده ربما يكون يعني صعب شوية، اللي هو 9، وضح او بيطلب منك انك توضح ليه الناس لم يعرفوا عن وجود الخلايا قبل اكتشاف المجهر، ثم الخص اهم النتائج التي توصل اليها العلماء روبرت هوك وليفن هوك وبراون. ليه الناس ما كانتش تعرف
عن وجود الخلايا، لأن الخلايا خلايا الخلايا الخلية، لأن الخلية دقيقة لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة. طيب بيقول لك لخص، لخص لي بقى، لخص لي أهم النتائج التي توصل إليها العلماء روبرت هوك وليفن هوك براون وبراون. أنت هترجع لبداية الصفحة أو بداية الفصل وهتشوف هما قالوا إيه عن الخلية، قالوا إيه عن الخلية. بكده إحنا لسه عندنا سؤال؟ لا. بكده هنبقى، ده طبعا هو جايب حل هنا، خلصنا إجابة أو الأسئلة الأولى. بعد كده معانا الخلية الوراثية، وده هيكون الدرس بتاعنا في الحصة اللي جاية علشان ما نطولش الفيديو. يبقى احنا هنا معانا النهاردة قدرنا نحل الأسئلة على الباب أو الفصل الأول، على الباب أو الفصل الأول. ده نموذج اختبار، نموذج اختبار، وشرحنا ازاي نحل. أتمنى إنك تكون فهمت كل اللي احنا شرحناه، أتمنى إنك تكون جاوبنا على الأسئلة بعلم، وليس إنك تختار فقط، لا، تتجاوب بعلم كويس، وتكون فاهم أنت بتجاوب إزاي. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وبتمنى منكم إنكم طبعا تدعموا القناة بإنك تضغط على زر لايك، وتعمل اشتراك في قناتنا، وتدي لزملائك، تعمل شير للفيديوهات، وتعمل شير للقناة علشان زملائك تعرفهم، وتدي لزملائك أيضا إن في قناة بتشرح مادة العلوم للمملكة العربية السعودية. وأترككم إلى أن ألقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.